اسمعوا الحديث هذا، اسمعوا الحديث، الحديث احفظوه، يمنع السرطان ويمنع امراض القلب ويمنع كل امراض خبيثه. احفظه، واذا ما تحفظه تدز اللي تعرف انت. حديث صحيح، من قاله من قاله: اللهم اني اعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الاسقام. اللهم اني اعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. آخر مرة كرر: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. الله يرضعكم. هذا من كل أمراض الخبيثة، وأكثر اللي شفتهم سبحان الله هنا في السويد وفي العراق ما يلتزمون بالأذكار. سبحان الله. أمراض القلب وأمراض السرطان خاصة، سيء الأسقام تشمل كل أمراض الخبيثة. الجذام إيش؟ الجذام عن الجرب. شيخ الجذام هو بحدق الميزان. إيه؟ المهم ومن سيء الأسقام أطلق صلى الله عليه وسلم.